اديني قفلتها لك. انا قفلتها لك. استنى يا عم وريني عليك كام. لا انت قول كام. 7 13. الله اكبر، الظهر الزياره دي لينا. جمد قلبك. اشرب شاي هنا. اهلا وسهلا. ما تروح تقعد مع اخوانك اذا كنت جاي عشانكم. والله والله كان المفروض اسمع منكم كلمه مبروك. ايه خير؟ اتجوزت؟ جواز يا رجل طيب. انا الامير. والله غيرت اسمك. امتى هتبقى ملك؟ عبد الستار كلامك معايا يكون بحساب. بس انا مش خايف منك. لازم تخاف. ليه ان شاء الله؟ لان غيرك خاف. انا ورقي كله مكشوف قدامك وعايزك تكشف ورقك قدامي. انا ما عنديش حاجه متغطيه عشان اكشفها. عندك. وديتها فين؟ هي مين؟ حنان. لذا ربنا اكرمها. شغلانه حلوه تسترها وتاكل منها لقمه عيش. تشتغل ايه؟ ايه يعني عايزه تشتغل مديره بتنظيم الاسره؟ بتشتغل خدامه. شغلانه مش هي. وشغلانه الطبال كانت اللي هي؟ عميش لو ما كنتش راجل كبير انا كنت علقتك على القهوه وجلدتك. ورقه ريشه. هو فكرك بحاجه زعلتك ولا ايه؟ الشيخ ريشه عبد الستار بتشتغل خدامه فين؟ عند ناس اكابر محترمين عشان كده بتبات عندهم. دول اللي عملوا لها اوضه فيها سرير ودولاب. من الاخر يا عبد الستار. شغال عند مين؟ عند السيد وزير الداخليه. السيد وزير الداخليه عايز شغال عنده في البيت ليه؟ انت عايزه يشغل امين شرطه جوه بيته؟ كبر سنك وسنه مش هيمنعني من انزال العقاب عليكم على اصغر مخالفه بشرع ربنا. صباح الهلا. عندك اخبار عن بدريه الرقاصه؟ سابت المطرح اللي كانت ساكناه حتى من غير خلو وخدت مطرح في الارياف. عايشه ازاي؟ ضنك بعيد عنك ضنك. مفيش فرقه وكل حين ومين على مطروح فرح ارياف. بصراحه شيخ ريشه حضرتك خربت بيتها. عرف بيتها؟ ما كفايه اللي هي فيه. ما ست كافيه خيرها شرها. عرف بيتها ولا مش عارفه؟ عارفه 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 والله. Wet weather across Manitoba, spreading east, but Quebec. L'inquiétante contamination des lions fait. حاسب لك شيك. ولا شيك. ايه مش مستأمني؟ أفندينا أمرك. ايه الابحه دي؟
طب دي بقى باللي بتعمله تبقى مراته ولا لا؟ يا انت الليله انا مش فايتك هتجنني يا بنت انت. خلاص خلاص استهان جباي. لا احد يستطيع ملحقش اقراها. وانت هتقري الفيلم ان شاء الله؟ ما انا مش لاحقه اصلا يا استهان. الحمد لله الحمد لله انك مش لاحقه. الو ما ترد انت راح ولا اقفل السكه في وشك. ايه بتقول ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ في حاجه استهان؟ المشكلة في اللي ما تبوش. وانتي بنفسك شفتي واحد منهم ازاي عايز يحرق شقة عمري ويعاقبني بطريقته. هو ده الراجل اللي احنا ضربناه؟ انا كان نفسي اديله مش هضربه. بقى من اهم رجال الاعمال دلوقتي. عارفة هو النهاردة بيوريني يقدر يعمل ايه فيا. كل ده عشان علقة استهانة؟ عشان انسى ابني العمر كله. قولي المحكمة استهان. يا بنتي اروح المحكمة اقول ايه؟ محامين بتوعه يطلعوا لي كل الملفات القديمة. انا مش عايزة اكون سبب في جرحه ولا عاره. انا لما بعرف ان هو سهران في حتة بروح عشان ابص عليه واشوفه. اشوفه من بعيد. هو ما يعرفش شكلي ايه. حتى دي كمان عايز يحرمني منها. أنا والله أنا مش ست برضه صدقيني. دي شايلة كتير أوي. مش هتقدر تغمض عينيك.